السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة المفكر المغربي. واليوم مع جديد التوظيف، أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن التوظيف في مجموعة من المناصب، منها متصرف من الدرجة الثانية السلم 11 وتوظيف عون التنفيذي والضبط، ثم رئيس مصلحة. هذه الهيئة التي تتكلف بعدة مهام حسب القانون المؤطر لها، ويذكر أن الأجر في هذا القطاع محترمة. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. وللمزيد من المعلومات زوروا موقع بوابة التشغيل العمومي.